صباح النور يا جماعة، توني صاحي من النوم، جهزت وشربت القهوة ودحين بحرك أروح على الاستقبال على أساس ننظم اليوم. وبرضو أنا شايف ملاحظ أنه حيكون في تيارات اليوم، فحجهز أغراض الحين بتوجه على هناك. وحتى مع التيارات الموية زرقة، شفت كيف؟ يلا لا نطول حنحرك. هذا مركز الغوص هنا والمعدات. هذه ايش جابها هنا في المالديفز؟ حتى قطوة جايبينها في المالديفز. الحين بطلع. What can I say any more than desire? More than just a pretty face. So girl, you better walk away. Oh yeah, oh yeah. Only one love at the side of the fire. Someone who can handle me. Someone got your heart to be. Oh yeah, oh yeah. If you try to come closer, I'ma give you some closure. Before you know it, it's over. So run away, run away. I'm not trying to hurt you, but I will if I have to. I'ma tell you what I do. Run away, run away. Baby, I'm a fighter, never backing down. Baby, thank I'm you. A soldier, okay. هذا الكابتن اللي نزل معانا، يعطيه ألف عافية. Thank you so much buddy. Thank you. I'm sorry I'm speaking Arabic because the people that watch are actually Arabic speakers. So thank you so much. It was a beautiful dive. خلصت وراح اتوجه على الغرفة وروح اريح شوية، وعندي جلسة مساج بعدها. توني واصل البيت وناوي اني انط. شايفين وين؟ الموية ما هي عميقة، تقريبا على متر. يلا واحد اثنين ثلاثة. رايحين المساج. اسم المكان إلينا سبا. هذه الغرفة اللي سولك إياها المساج. جماعة الخير، توني مخلص المساج، أقسم بالله حاس بدوخة وفيني نوم، قوة نوم. هذا المنظر اللي قاعد أشوفه وأنا قاعد أسوي المساج. شوف، تحطوا راسكم هنا وتتفرجوا على الموية. أوه شوفوا سمكة، شايفينها؟ حاطين بعدين أغاني هذه تحسين راجل نفسك كذا، ما أدري ساموراي. شايفين هذه جلسة فوق الموية. شوفوا، أوب أوب. مروق خاصة بعد المساج، حب اني اريح وانام. بس المشكلة هذه يعتبر استقبال، فالعالم كلها جالس تعدي قدامي وتمشي و ايه ما ينفع. ما جالس يلبسوني الفوطة حقتهم. دحين راح يمشينا جوة المطعم ويقول لنا على شوية معلومات. هنا جالس يعلمونا على الأكلات اللي عندهم، عاداتهم وتقاليدهم في المالديف. جماعة خليني أوريكم بطاطس المالديفز. هذه تعتبر بطاطا عادية، وبعدين عندكم هذه بنكهة التونة، هذه تعتبر شوية حالية. جابوا لي سبرينج رول مالديفي، برضو السلطة. يقول لك إنه السلطة هذه ما هي موجودة إلا عندهم. خلاص خلصنا غدانا، راح اجهز لانه عندي طلعة مع القارب راح يوديني اشوف اللي هي غروب الشمس. توه وصلتني والحين جالس امشي على السقالة اللي هي المرسى. انا الحين فوق القارب، ناس كثار وراي، ماني حاب انه اطلعهم او اصورهم. شايفين الكل جالس فوق القارب، توجه ناخذ لفة على البحر وحنشوف غروب الشمس. الحين نتعشى. جايب الباستا. هذا عرض يسوونه كل جمعة. قررت اني ما اخذ السيارة، قلت خليني اتمشى واستمتع على الجو. ونسيت مفتيح الغرفة، رسلت لهم رسالة على الواتساب لانه عندهم زي الجروب وراح يجيبوا لي المفتاح ذحين هنا.
طافي ألف مرة تعبان، والمشكلة المشي لين الاستقبال بغاله شوية وقت. جيب لي المفتاح الحين. Bro you're the best. Thank you so much. يوم آخر يوم في المالديفز، توني صاحي من النوم، تقريبا الحين الساعة 7:30 الصبح، وعلى الفطور خلاص ما برجع، خليني هنا متكي. هذا المطعم اللي أجي أفطر فيه كل يوم، وهذه الواجهة البحرية اللي قدامها. تخيلوا جايبين خلية نحلة على الفطار، تقصوا القطع اللي تبغوها وتشيلوها معاكم. في الفاصل اللي هي حقة الموية هنا، اللي هي الموية الواطية والعميقة زي ما انتم شايفين هنا في الجهة هذه. انا ماني قادر اتخيل، كل ما اجي الغرفه يعملوا لي تشكيله جديده. شوفوا حاطين لي ورود، بعدين حاطين اللي هي الجود نايت و تو شوكليتس اللي هي للفريرو روشيه. اخيرا رجعت غرفتي. طبعا المالديفز، اللي الناس اللي ما تعرف، المالديفز عباره عن 1200 جزيره، 800 جزيره تعتبر ما فيها اي احد، ما في احد عايش فيها، وال200 الجزيره الثانيه يكون بوبليتد فيها ناس، واللي هي تعتبر انه فنادق ومنتجعات. اول شيء بصراحه لاحظته اول ما وصلت الفندق وحطيت رجلي برا الباخره، كانت الضيافه اللي كانت عندهم، ضيافتهم كانت حلوه، روحهم كانت حلوه، المنتجع مره حلو، المكان فعلا بعيد عن اي ازعاج، بعيد عن كل شيء. وبس ما ابغى اطول عليكم، ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو، اذا عجبكم لا تنسوا تعطونا لايك وتعملوا شير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيه على اساس تقدروا تشوفوا الفيديوهات اللي حتنزل في المستقبل. فلا اطول عليكم، في امان الله.